عايز اعرف ايه سبب المشكله يا استاذ. انا دايما بشتري من الاستاذ دوت. طب الاول بس اعرف حضرتك مين وحضرته مين عشان انا شكري العفو. شكري العفو. شكري العفو. شكري العفو. امال ايه؟ والاستاذ ده صاحب الكشك. اسمي نعيم. نعم الله عليك. الله يسعدك. الاستاذ ده صاحب الكشك يا بيه اللي انا بشتري من عنده حاجاتي. امبارح كنت بشتري من عنده لبان وكفته واناناس. شفت يا استاذ؟ كفته؟ كفته؟ يعني انت مسكت في الكفته وسبت الاناناس؟ معلش. انا بقول لك الاستاذ ده صاحبك. انت صاحب الكشك ولا صاحب الكشك؟ انا نعيم. انت انعم الله عليك يا نعيم. ما شاء الله. تاني؟ ايوه تاني وتالت ورابع. ماشي. الله. رحت اجيب من عنده ان اللبان والاناناس والكفته برضه. امال ايه؟ اديته 100 جنيه ورق. اديته 100 جنيه؟ 100 جنيه ورق. ما يعني هو اصلا 100 جنيه دي حاجه غير الورق؟ يعني في مثلا 100 جنيه بلاستيك، 100 جنيه مثلا قماش. هو ما فيش 100 جنيه فضيه؟ فضيه اللي هي بتبقى الفكه. لا استاذ، يعني 100 جنيه عشان يفكها لي؟ لا، فضيه كده على بعضها؟ مفيش بجد؟ لا مفيش. استاذ انت يعني عايش في كوكب ايه؟ انت عايش معانا. ايوه، هي كانت 100 جنيه ورق مقوى. ورق مقوى. اديته 100 جنيه ورق، اداني الباقي. من ضمن الباقي بقى دسلي من ضمن دسيسه، دسلي 20 جنيه مقطوعه. انت دسيت له؟ انا عمري ما دس. انت دسيت له؟ عمري ما دس. الشكل ده ممكن يدس حاجه. بص يا استاذ، اتفضل. هو ال 100 جنيه اللي اديها لي ديت كانت مش سليمه، لان كان مكتوب عليها 80 جنيه. ايه؟ كان مكتوب عليها 80 جنيه. يبقى كيف لك؟ استنى بس، ما انت هت انتظر انت. انتظر. استنى، 100 جنيه مكتوب عليها 80 جنيه، ودي تتفك ازاي دي؟ قول له بالله عليك، في حاجه اسمها 80 جنيه على كيف له هذا في ظل الاتجاه المعاكس؟ يا استاذنا ما فيش. اينما يا عم. اينما ايه؟ اقول يا استاذ. وكلما انما. استنى، بحسما. عندما. اقول يا استاذ. انما. كل اينما. ربما. اقول يا استاذ. اقول يا استاذ. عندما. اقول يا استاذ. شكلما. يا ابني اسكت. انا يا استاذ، ال 100 جنيه ديت كانت اديتها لي جدتي عشان اجيب لها البان من عند الاستاذ صاحب الكشك. استنى يا، وايه القضيه اللي ما يعلم بها الا ربنا دي؟ واحد بيقول لي 80 جنيه على 100 جنيه، وانت جدتك لسه بتاكل لبان؟ اصل جدتي عندها 80 سنه، راحت كداري على ال 100 جنيه 80. طيب كتبت 80 مثلا كذكرى انت تفضل معاك حاجه، انما هي 100 جنيه تظل قيمتها 100 جنيه. الاستاذ بقى فكرها 80 جنيه، فدسلي في وسط الفكه. هيرجع يقول لي دسلي تاني. انت مش انت دسيت 20 جنيه مقطوعه؟ لم يحدث. اعترف. لم يحدث قط. لم يحدث قط؟ قط نهائيا. قط دي ما حدش بيقولها غير استاذ سعداوي. الله يسعدك. انا يا استاذ لازم ارفع عليها قضيه علشان نصب عليا واداني ال 20 جنيه المقطوعه. وس كده ستي هتزعل مني. بس استنى بقى، جدتي هتزعل مني. استنى، عشان احنا برضو نحب يعني ما يرضيناش زعل جدتك. دلوقتي ال 20 جنيه دي حضرتك متاكد ان هو قاصد يدالك مقطوعه؟ هو انا مش متاكد، بس انا شاكك. اصل انا شكري. وانت بقى كنت قاصد تديله ال 20 جنيه؟ انا عمري ما كان عندي 20 جنيه اصلا اساسا. امال انت عندك ايه؟ عندي ميات وخمسات. انا هقول لك هو عنده ايه. عنده البان، وعنده بسكوت، وعنده حاجة ساعة. طب انت كنت جاي تشتري مني ايه؟ لبان وكفتة واناناس. طب مش عيب واحد السن ده ياكل لبان؟ ما انا قلت لك هو ده شكل واحد بيبيع كفتة يا استاذ. انا بيع كفتة برضه. هو شكله يبيع كفتة بس ما يبيعش البان. عشان خطوط دي افكرها سياخ. بص يا استاذ، انا لخبطت له الخطوط بره. احتشم. انا هلخبط لك الخطوط دي تاني. هلخبط لك الخطوط دي تاني على فكره. طب وبعدين؟ نخلص بس. اخلص. انا جدتي كده هتزعل مني يا استاذ. طب دلوقتي بس انا عايز اعرف حاجه. حضرتك دلوقتي لما خدت ال 20 جنيه رحت البيت. ايوه. جدتك شافتها؟ شافت ال 20 جنيه. عملت ايه لما شافتها؟ راحت قالت لي ايه ده يا شكري؟ ده كلام يا شكري. اصل هي صوتها تعبان شويه، انت عارف يعني. ما مش لازم نخوض قوي جوه التفاصيل. دلوقتي عندها 120 جدتك. امال ايه؟ عندها 120. وانت حضرتك بتجيب بضاعه. انا كده يلزمني 40. ها؟ كده يلزمني 40. 40 ايه؟ من 80 من 120 يبقوا كام؟ يا استاذ ده عمر جدته، ايه علاقته بالورقه؟ طب انا دلوقتي بروح كل اسبوع اجيب بضاعه. ايوه كده. ايه بقى مشكلته معايا؟
انت ايه اللي دخل اللي احنا بنقوله فيه؟ انا بجيب بضاعه كل اسبوع. اه ايه بقى ماله هو؟ ايه علاقه ده باللي احنا اساله؟ اساله انت اللي بتقول. انا بحاسب الناس على البضاعه اللي انا بجيبها كل اسبوع. تمام. ايه دخله بالموضوع؟ بس انا عرفت يا استاذ. يا استاذ استنى إيه؟ بس الله يبارك لك، الله يبارك لك. دلوقتي حضرتك يعني دلوقتي انا كنت عند دكتور السنان امبارح. اه وبجيب بضاعه بتاعتي كل اسبوع. اه ايه علاقته؟ ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ طب ايه علاقه جدته بال 80 جنيه؟ ما عشان جدتي كانت عايزه تبان يا استاذ. طب انا مالي باللبان؟ يا سلام. مش انت مالي بان؟ بس 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 خلاص بس هدوء بقى بعد اذنكم. انا اعمل ايه في ال 20 جنيه دول؟ خلاص يا استاذنا، ما انا هقول لك اهو هتعمل ايه. الموضوع ده كان يتحل ببساطه شديده جدا. حضرتك كنت خدت ال 20 جنيه وطلعت بيها على البنك بدلتها. بس ال 20 جنيه مقطوعه يا استاذ. ما هي البنك هيبدلها لك. بيبدل 20 جنيه؟ اه بيبدل اي عمله. اي عمله. وجدتي مش هتزعل؟ لا طبعا عمرها ما هتزعل. وهيديني لبان؟ وهيديك لبان. طب واحنا ما فكرناش في الفكره دي ليه؟ وانت عندك حساب؟ انا عندي. وحتى لو ما عندوش حساب يا استاذ، طالما عمله نقديه مقطوعه يقدر يغيرها من البنك. بس على فكره انا عندي حساب. وانا عندي علوم ودراسات. وانا ما عنديش خلق ليكوا انتوا الاثنين بصراحه. يا ريت بعد اذنكم تحلوا الموضوع والموضوع اتحل خلاص. الصلح خير. حل الموضوع وبقى انده. لو سمحت الصلح خير. وانت حضرتك اي حد بيورد لك بضاعه لما يجي يحاسبك لقيت اي عمله مقطوعه تديها له تاني. انا بحاسب كل اسبوع. ايه بقى علاقته بالموضوع؟ ما خلاص أنا ممكن اقول لي حاجه يا استاذ؟ اصل هو بيروح كل اسبوع يجيب بضاعه. فراح الاسبوع اللي فات يجيب بضاعه. اه فما رجعش. اه فرجع تاني. هو انا مش قلت لكم الحل اللي هو ايه؟ اللي انا قلت لك عليه دلوقتي. احنا نروح البنك نغير ال 20 جنيه. الاستاذ ده عبقري يعني. خلاص الاستاذ ده بيفكر.